بيتواصل في فقرة جديدة وفي فحواها موضوع آخر متنوع وشيق، إبداعي ابتكاري شبابي. بالتأكيد عنوانه أنه لا شك أن البحث عن مصادر الإنترنت وتوافرها بات الشيء الذي يجذب اهتمام الجميع ومحط فضول لا ينتهي إلا بعملية الاتصال بالشبكة العنكبوتية. حول مشروع تخرج طلبة في جامعة فلسطين التقنية خضوري وعنوانه نقل البيانات عن طريق الضوء، ينضم إلينا كل من عصام جزار وعبيدة عبد الله. أسعد الله صباحكم. نبدأ والحديث عن فكرة المشروع، كيف يمكن أن نقوم بنقل البيانات عن طريق الضوء؟ أولا السلام عليكم، أسعد الله صباحكم. أسعد صباحك. تعتبر أولا جامعة فلسطين التقنية خضوري من الجامعات العريقة، حيث أن الجامعة شاركت في عدة مؤتمرات وعدة مسابقات دولية ومسابقات محلية. من المسابقات المحلية التي شاركت بها الجامعة مسابقة سمارت دايز، حيث كان هنالك 6 جامعات مشاركة، وكان حصة النصيب الأسد الأكبر لهذه الجوائز إلى جامعة خضوري، حيث حصلت على 4 مراتب وحصلت على 4 جوائز. وأيضا شاركت الجامعة في مسابقات دولية برئاسة الدكتور أحمد حساسنا والدكتور رامي الصباح في الدول العربية الشقيقة اللي هي دولة دبي، حيث أيضا شاركت في مؤتمر البرزنتيشن، وحصلت جامعة خضوري على المرتبة الأولى في تقديم البرزنتيشن. فبالتأكيد فخر لكم. فبالتالي من هذا المنطلق نحن كطلاب جامعة خضوري أصبح التطلع إلينا إلى وجود هنالك مشاريع تلفت انتباه الآخرين ويكون لها رونقها الخاص في الشارع العربي والعالم بشكل أجمع. ومن ضمن هذه المشاريع أيضا ما نتحدث عنه، تولدت الفكرة لدينا من أنه أن يكون هنالك لدينا نظام اتصالات آمن بعيد عن المشاكل التي نعرفها في المشاكل الأنظمة التقليدية، من حيث أنها تكون قادرة على سهولة اختراقها، غير آمنة، تسبب المشاكل الأمراض مثلا في بعض مثل أمواج الميكروويف مثلا، يمكن أن تتداخل مثلا مثل أشعة الراديوويف، أو الذي نستخدمه في هذه الإشعاعات تكون قصيرة جدا، مثلا أنه تكون أقل من 1 جيجا هيرتز مثلا. فهذه كلها مشاكل تعتبر سلبيات على هذه الأنظمة، فكان التطلع إلينا أن نكون نلغي هذه السلبيات ونحصل على إيجابيات. فكان نظامنا أنه يكون في الضوء المرئي بحيث أنه يلغي هذه السلبيات أجمع ويجمعها في فوائد عديدة، منها أنه يكون الضوء متوفر في جميع الأنظمة، كفاءته عالية، لا يسبب الطاقة وهكذا. طيب شيء جميل جدا، لكن آلية العمل لمثل هذا المشروع بعنوانه الجميل نقل البيانات عن طريق الضوء. كما ذكرنا سابقا اسم المشروع هو Data Transmission Based on Visible Light Communication، وهو نظام اتصال جديد يعتمد على الضوء في نقل البيانات من المرسل إلى المستقبل، ويكون في الطرف المرسل كمبيوتر، وكما نعلم البيانات تكون مخزنة في داخل الكمبيوتر على شكل كهرباء في شكل الثنائي Stream of Bit 0 or 1، ويكون هناك Electronic Board يرسل مع هذه البيانات إلى الإلكترونيك بورد، وهناك تكون بعمليات تحويل وبروسيسنج لها، تحولها من كهرباء إلى إشارات ضوئية ومن الضوء ترسلها إلى الليد. والليد يكون بنشرها إلى الوسط الناقل، وهو عبارة عن الهواء طبعا، ويكون هناك في الطرف المستقبل عبارة عن خلية شمسية تحتوي مكون من مقاومة حساسة للضوء، صغيرة محساسة للضوء، يسقط هذا الضوء المنتشر في الهواء عليها، ويكون بتقوم بتحويله من الضوء إلى شكله الأول إلى كهرباء 0 or 1 stream of bit، ويكون بإرسالها إلى الكمبيوتر في الطرف المستقبل. يعني كما نشاهد في الشاشة حاليا عبر الشاشة لقطات لهذا المشروع الذي تم الحديث عنه من ناحية وشرحه أيضا من قبل عبيدة. لكن عصام، يعني ما المميز في هذا المشروع عدا عن أنه يوفر الحماية؟ ونحن نتحدث عن الحماية الصحية بالدرجة الأولى، ذكرت أنواع من الموجات التي قد تؤدي وتسبب لا سمح الله في أمراض السرطانات التي نسمع عنها كثيرا، لكن مميزات هذا المشروع وفوائده فيما لو سيتم الاستثمار فيه. يعني فوائد هذا المشروع هي جمة وكبيرة، بحيث أن هذا المشروع أولا الضوء متوفر في كل مكان،
فنعرف انه احنا مثلا اشعه الراديو ويف لا يمكن استخدامها على سطح الطائرات او مركبات او الملاحه الجويه مثلا، بينما الضوء يمكن استخدامه ايضا. الضوء عفوا اشعه الراديو ويف لا يمكن استخدامها في غرف العمليات المركزه لانها قد تؤثر على حياه المرضى، فبالتالي الضوء ايضا لا يمكن الاستغناء عنه في غرف العنايات المركزه. ايضا الضوء يمكن استخدامه تحت الماء، وقد تم اثبات هذا فعليا على مشروعنا حيث تم نقل البيانات ايضا تحت الماء، وكانت كفاءة هذا المشروع نفس كفاءته هو يعني في الوضع الطبيعي، لم يتأثر. فأيضا هنالك يوجد حاليا أصبح أن هنالك بيوت أيضا تحت الماء على الصعيد العالمي، صحيح. فيمكن أنه استخدام والاستفادة من هذا النظام في شتى مجالات الحياة. والضوء أيضا نعرف أنه متوفر في جميع الأماكن، فهو يمكن تطبيق هذا المشروع في يعني نحكي أنه indoor and outdoor. يعني وهل يعتمد على كمية معينة من الضوء؟ توفر كمية، نحن نعلم في دول أخرى مثلا النهار أو حتى الضوء يعني قليل فيها، مش متوفر بكثرة ساعات اللي بتتوفر فيها الضوء، لكن خلينا نقول على ماذا يعتمد من ناحية الكمية، وهل يمكن استغلال ضوء الشمس، ليس فقط الضوء المصطنع لكن ضوء الشمس الطاقة المتجددة في هذا المجال؟ أولا يجب أن يكون هناك يعني نظام من قبل مهندسين الاتصالات ومهندسين المدنيين والمهندسين البناء في تصميم هذا النظام، لأن هذا النظام يعني يجب أن يكون هنالك تصميم معين لأي غرفة يتم من خلالها نقل البيانات أو نقل الإنترنت عن طريق الضوء. من حيث أنه استخدام أشعة الشمس لا يجوز، لأن هذا لأننا نحن نتعامل مع الكهرباء، لأننا نحن سوف ندخل في الكهرباء وتفاصيل الكهرباء وأنه كيف أنه الكهرباء بتعطينا ضوء، لكن الخلايا الشمسية من خلال ضوء الشمس، ونستخدم هذه الكهرباء من الخلايا الشمسية نفسها تزود تحويل طاقة كهربائية. لا يجوز، صعب جدا. لأن التيار الكهربائي هو كيف يتم عملية الإضاءة، تسري التيار الكهربائي في الليد، نتيجة يتكون الليد من عبارة عن شيء اسمه بيحكوا له عندنا سيمو كوندكترز او مواد اشباه موصلات. هذه الاشباه موصلات انه نتيجه سريان التيار الكهربائي بها يكون يعني بتسخن، خلينا نحكي، فبتنتقل من مستوى الطاقه العالي الى مستوى الطاقه المنخفض، نتيجه انتقالها تعطينا وميض، هذا الوميض هو الضوء الذي نرى. فبالتالي من هنا يمكن انه تركيب او تحميل هذه الالكترونات الكهربائيه الزيرو والون على فوتونات الضوء، اما ضوء الشمس صعب جدا. أكيد. طيب عبيده، ننتقل الى مصاعب أثناء العمل على مثل هذا المشروع، إيش اللي واجهته؟ أولا المشروع هو نحن طلاب برمجة سوفتوير من خبوري، ومشروعنا هو هاردوير، فهذا بحد ذاته هو من المصاعب. إذا واجهنا مصاعب يعني واجهتنا مصاعب في قطعه هاردوير وكيفية عمله، ولكن الحمد لله تغلبنا عليها بفضل أصدقاء لنا من كلية الهندسة وساعدونا بهذا، وكذلك بفضل بعض الأساتذة كالأمثل عليهم أستاذ علي الشريدي، إذ وفر لنا المختبرات الهندسة الكهربائية، وكذلك الأستاذ محمد سلامي لهم كل الشكر والتقدير، وساعدونا في كيفية عملها وشرح القطع الإلكترونية، لأن كما ذكرنا نحن غير ملمين بهذا المجال، نحن برمجي. وكذلك الوقت، ذيك الوقت وبتكبر كثرة الامتحانات وضيق الوقت، فهذا الوقت واجهنا لكن المصار. بالنهاية خرج بالصورة المطلوبة وتم تذليل العقبات والمعيقات إلى يوم المناقشة. يوم المناقشة عملتم على استخدام الصوت لتجربة المشروع، كيف كانت ردود الفعل من قبل الدكاترة المشرفين؟ اولا كانت هي يعني ردود الفعل اولا يعني تعتبر هذا النظام نظام جديد من أنظمة الاتصالات، فكلما كنا يعني اولا نحن زي ما تفضل زميل عبيدة، نحن ليس من الجانب النظري انما نحن من جانب السوفت وير، فيعني هو ليس من متطلبات قسم الحوسبة التطبيقية في جامعتنا، ولكن نظرا لجمال هذه الفكرة وروعتها ورونقها تم قبول هذه الفكرة نظرا فقط لجمالها وحداثتها بالتأكيد. اكيد وحداثتها يعني انها ليس غير متوفره، فلكن انه يعني حكونا انه في القسم نقدر ندعمكم ماديا عفوا او معنويا، ولكن شوفوا فبلشنا نسال في الهندسه ونشوف ونسال ونستفسر، والحمد لله يعني حصلنا على نتائج ايجابيه في اسرع وقت، ولكن عمليه التطبيق يعني اخذت منا وقت نظرا وقت لحين طبعا تم توفيرها بكل اجزاء وتفاصيلها. طب عبيده يعني نتحدث عن
إمكانية تسويق مثل هذا الفكرة لشركات اتصالات فلسطينية يعني واستخدام هذه الطريقة لنقل بيانات وما إلى ذلك في فحوى هذه التجربة؟ هل بالفعل بالإمكان للشركات الفلسطينية استثمار مثل هذه الفكرة؟ طبعا نعم، ونحن الحمد لله قمنا يعني كما تحدثنا وتم إجراءها وبنجاح مشروع تخرجنا ونقلنا الصوت. ونحن نعمل كما ذكر زميلي على نقل الإنترنت أيضا غير الصوت، وكذلك نعم فهي سهلة وغير وآمنة ومتوفرة وغير مكلفة، ويمكن يعني يمكن التواصل مع احنا حابين في بلدنا بالاول، يعني احنا مش حابين نطلع برا الصراحه. لا هو الاستثمار قد يكون ايضا من قلب الوطن، يعني مؤسسات الوطن. يعني احنا اول شيء احنا هي الفكره بسيطه جدا، ولكن تحتاج الى يعني فقط تركيز بسيط في تركيب الدارات الكهربائيه فقط، واحنا حابين في البلد اكثر شيء ان شاء الله. اكيد يعني احنا بنتامل لكم النجاح الكامل في الدراسات التي تعمل على تطوير المشروع والاستفادة من هذه الأفكار. كل من عصام جزار وكذلك عبيد عبد الله، شكرا لتواجدكم معنا في برنامج صباح الخير.